بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا هذا اليوم بالزيارة الكريمة للسيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري. هذه الزيارة التي تعطينا دعما وزخما لمواصلة منهج الاعتدال وتوفير الأمن والبيئة السليمة لأبناء الشعب العراقي جميعا. ونعتقد أن العلاقة الطيبة ما بين وزارة الداخلية ومجلس النواب العراقي ولجنة الأمن والدفاع يصب في مصلحة المواطن العراقي. تحدثنا في كثير من القضايا التي تهم الملف الأمني ودعم مجلس النواب لوزارة الداخلية وما هو الملقى على عاتق وزارة الداخلية من توفير الأجواء الملائمة لعودة النازحين وكذلك إدارة الملف الأمني في كثير من المناطق، وأيضا بعض التعديلات التي حصلنا على تصويت مجلس الوزراء وما زالت في مجلس النواب العراقي، وقد أوعدنا خيرا السيد رئيس مجلس النواب. ونعتقد أن وزارة الداخلية ما زالت بحاجة إلى دعم كل القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي، وسنبقى نستمر بمسيرة الاعتدال ومسيرة لم الشمل لكل العراقيين، ونتعامل مع المواطن العراقي على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات. وبالتأكيد سوف نكون اليد اليمنى في المحافظة على أمن العراقيين، وكذلك اليد الضاربة لكل العصابات التي تحاول أن تعبث بأمن المواطن وتحاول أن تسيء لسمعة هذا البلد أين كان. شكرا. كل اعتزاز هذا اليوم أن نكون حاضرين في وزارة الداخلية، والحقيقة يعني لو سئلنا أي الوزارات تتعامل بمهنية تامة وتلبي مطالب الناس وتتفاعل مع احتياجاتهم وعملهم الدؤوب كان تقف في مقدمة تلك الوزارات وزارة الداخلية، ممثلة أولا بشخص وزيرها اللي نعتز به واللي نلاحظ طبيعة الدور اللي يقوم به، واللي الحقيقة وصل رسالة لعموم العراقيين على أن هذه الوزارة حاضرة وتستطيع أن تواجه المشاكل والعقبات وهي ليست سهلة. كان هذا اليوم الحديث طبعا عن أن المرحلة السابقة ببعدها العسكري وساهمت وزارة الداخلية بشكل كبير وقدمت تضحيات في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، وإحنا أيضا على مستويات الدولة المتعددة لابد بطبيعة الحال أن نثمن كل تلك التضحيات اللي قدمت من الشهداء من الجرحى. الآن يمكن أكو مرحلة جديدة اسمها استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتقف وزارة الداخلية في مقدمة الوزارات التي يقع عليها عبء كبير سواء في مواجهة فكر التطرف والإرهاب أو في إيجاد مناخ للتعايش السلمي بعيد عن الاستقطابات الطائفية، وأيضا إيجاد نوع من الاستقرار السكاني من خلال عودة النازحين وإيجاد المناخ المناسب لهم. والبعد الأمني طبعا تنوء بهذه الوزارة، فإحنا نثمن كل جهودها ونقدر مساعيها ومساعي السيد الوزير بهذا الخصوص، وعبرنا عن أن مجلس النواب كجزء من التزامه طبعا بدعم الوزارات الفاعلة والمؤثرة في إيجاد تشريعات فعلا تتماشى مع حاجتها ومتطلباتها بهذا الخصوص، فكل الامتنان والتقدير مع الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد.